ايه مش يعني فاكره لما انا جبتك من شعرك؟ لو النبي بعمل فلاحه حلوه قوي يا اختي، بعمل فلاحه حلوه يا اختي، كده ينفع وكده ينفع. انت بتنشيني غلط خالص. بصوا بقى، هسالكم سؤال. كل واحده فيكم عرفت التانيه امتى؟ انا عرفتك انت في تونس اول مره تسافر في حياتها. قاعده حابسه روحها في اوضه ما بتخرجش. انا كنت في سنه اولى في المعهد. يا بنتي انزلي اقعدي معاها. بتكسف بقى، مش عارفه هياخدوني في وسطهم ولا لا. انا لسه وجه جديد يعني. بقينا بعد كده اصحاب جدا جدا، عملنا بعد كده بقى حبيبتي مش اصحاب كتير. لا تسالني من انا مع شاديه، كنا ولادها. او انت كنت جايه تاخدي امي. وهي جايه تاخد وانا خدت صاحبها. ايوه احنا تبادلنا. احنا في الفيلم ده احنا الثلاثه مع بعض. صح، ده يمكن الفيلم الوحيد اللي احنا في الثلاثه فيه مع بعض. انا وانت اول مره فين؟ انف وثلاث. برافو عليك. بس انا وانت بقى مش اول تعرفنا في الفن. انت كنت صاحبه اخواتي، تحب الخروج والانبساط، واخواتي كانوا بيموتوا في الكلام ده وبيحبوها جدا. يعني هلا في العيله عندي لما ترشح نفسها تاخد مكاني ببساطه تكسب. المنافسه بينكم زمان كانت عامله ازاي؟ بنسمع دلوقتي عن خناقات. ما اعتقدش يعني احنا الثلاثه اللي قاعدين جنب بعض دلوقتي محدش سمع ابدا ان انا اتخانقت انا ويسرى او اتخانقت انا وهلا. بالعكس، احنا بنساند بعض جدا. ليه يعني؟ مش فاكره لما انا جبتك من شعرك؟ ده فين ده؟ لا ما حصلش. لما حصل. طب هيحصل. انا منتظر. كل واحده تقول فيلم من بطولتها وقريب لقلبها. يا اختي كده ينفع وكده ينفع. انا بحب قوي خلطه فوزيه، بحس ان فوزيه دي شبهي في حاجات كتير. انا الهروب. الهروب دور جميل. كل واحده منكم تختار دور لزميلتها كان نفسها هي اللي تلعبه. الهلفوت، لانك انت كنت عبقريه فيه. بحب الفيلم ده. انا كمان. انت ممكن مسلسل مش فيلم، البراري والحمول. يا جمال، وده دور فتح حمامه. وانا هختار ليكي امراه قايله للسقوط. واو، بحبه بحبه بحبه. لا انا اقول لكم قصه بقى. انا جالي فيلم تفاحه، وكنت انا وليلى، اما قريت فكلمت استاذ رأفة تلميذ، قلت له الدور لطيف جدا بس انا في دور تاني انا حابه، مش حابه ده قوي. فقال لي لا، ما هو ده فيه، انا جبت ليلى خلاص فيه. فقلت له لا، انا مش دور ليلى خالص، انا دور علاء ولي الدين. وده هتعملي ازاي؟ كان عاجبني موت. سكر خش على بعده. اكتر فنان كان عندكم كراش عليه؟ جديدة كراش دي لما بدأتوا ونفسكوا تمثلوا معايا. وأنا كان نفسي موت أمثل في الرجالة مع عمر الشريف ومع رشدي أباظة، والاتنين ما مثلتش معاه. أنا كنت محظوظة. أنا اشتغلت مع عمر الشريف. واشتغلت مع رشدي أباظة. واشتغلت مع أحمد رمزي. فاشتغلت مع اللي كل الناس كان عندهم كراش عليهم. أنا بقى كان حلم حياتي واللي معجبة بيه بشكل فظيع محمود ياسين. وبعدين جيت عملت معاه مسلسل اسمه الأفيال. جه مشهد هحط إيدي على كتفه وأقول الجملة. هلمس محمود ياسين، هلمسه. ودي أفتكر الكلام. قعدته بتاع 17 مرة. في الآخر بقى بقى. يعني كل احنا اشتغلنا مع نور الشريف ومحمود عبد العزيز واحمد زكي وفاروق الفيشاوي وممدوح عبد العليم الله يرحمهم جميعا. طيب احنا ما قدمناش افلام غير السسبنس دلوقتي لعبد الليل. يعني مش افلام عاطفيه مش هنلاقي. بس يا سيدي السؤال اللي بعده دي هتموتني. مين اكتر حد اتعلمته منه في مشواركم؟ الله لا احنا بنتريق ان احنا لسه عايشين لدلوقتي. مهرجان الجونة بقى، ايه بتحسوا بايه لما بتيجوا الجونة؟ انا بالنسبة لي مهرجان الجونة ده مهرجان التحديات، لانه هو الحقيقة من ساعة ما بدأ كل سنة
عنده في ضربة. لكن أنا بحس إن الضربات دي بتقويه أكتر، إنه بتكبره أكتر، ولأنه مهرجان منظم جدا وراقي جدا، فكل شيء فيه راقي. مهرجان الجونة من أول سنة لفت أنظار العالم ليه، وده مش سهل بالنسبة لمهرجان وليد، يعني لسه أول دورة ليه، المفروض ياخد كام سنة على ما ياخد شهرته عالميا. هو قدر يجذب كل الإعلام العالمي ان الناس تتكلم عنه من اول دوره، اجمل ريد كاربت، المكان نفسه البلازا بتاع المهرجان وطريقه التنظيم وشكل المكان شيء راقي. برافو يس، برافو الجونه، برافو مصر.